بدايتها زهرة بنفسجية جميلة وآخرها ثروة طائلة، وبينهما تعب وصبر وحكمة. إنه الزعفران أو ما يسمى بالذهب الأحمر. 800 مليون سنتيم هو سعر الكيلوغرام الواحد من الزعفران الأحمر الذي تعد إيران أكبر منتج ومصدر له في العالم. الجزائر بدورها وضعت هدفاً لتطوير زراعة هذا النوع من التوابل. نسعى جميعاً أن تكون الجزائر مشعة في مجال الزعفران، وبالتالي مصدراً من مصادر القوة الدولية في مجال الإنتاج النوعي للزعفران وتصديره. الدراسات الأولية أسفرت عن نتائج مرضية لجودة الزعفران الجزائري، أين تم تحديد 11 ولاية ذات جودة إنتاج عالية. النتائج يعني اللي تحصلنا عليها كانت نتائج جد مرضية، وين كل الولايات اللي خدمنا عليها 26 ولاية كان الزعفران من الجودة الأولى، يعني كاتيجوري إيم، هذا النتيجة اللي تحصلنا عليها الأولى. وإلا في الزعفران الإيراني ذات الجودة العالية ما تملقوش في أي زعفران، احنا تحصلنا عليه في 11 ولاية. كي نقولوا 11 ولاية نعطيكم على سبيل المثال في تيزي وزو، في غردايا، في تمنراست، في تلمسان، في قسنطينة، في باتنا. نجاح الجزائر في إنتاج الذهب الأحمر يبقى بحاجة لتوفر عدة أساسيات، إذ لم تتصدر إيران قائمة الدول المنتجة صدفة. فبالإضافة إلى الخبرة والعراقة، هناك ما يسمى بالمجلس الوطني للزعفران، كما يجتمع مصدروه في هيئة تحت اسم اتحاد مصدري الزعفران. الذهب الجزائري مورد آخر في غاية الأهمية، بإمكانه دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات إذا وجدت إرادة حقيقية.